بارك في راسكم، بارك في راسكم، الله يرحمه ويوسع عليه، الله يرحمه ويوسع عليه. اليوم سمعت خبر في الجوج الليل بلي توفات. الصباح جيت باش نشوف العائله ديالها وحضروا معها في الجنازه ديالها. وانسان طيب الله يرحمها مسكينه. العلاقه كانت معنا كانت منى هذيك، ماشي غير ختنا، ولا كانت هي علاقه عندي مع الوالد، مع البوعزاوي الله يرحمه، الوالد ديالي في الستينات في الخمسينات. الحمداويه خص الانسان يعرف عن قرب ماشي عن بعد، ويهضر في يقول على شي حاجه خصو تيقرب ليها ويجلس معها وشوف الحمداويه كيفاش كانت. القلب الكبير ما كانتش باغا حتى شي حاجه في الدنيا، يعني باغا تشوف انسان ضحك قدامها وفرحان، كتقلب على المحتاج. هذا ولدها، هذا ولدها، وعطيكم حتى هو كلمات. الوالده ديالي، الله يرحمها ويوسع عليها. هما كل المغاربه كيحبوها، وهي كتحب كل شيء. المغاربه كتحب كلهم، الناس كتحبهم وكيحبوها. انسانه عندها واحد ما تقدرش كيفاش تعبر على الجماليه ديالها. ما كتع كيل عندها، كيل كبير، كيل صغير، كيل متوسط، كيما كان نوعو كلهم عندهم ندير. واش نقول لكم اخر كلمه عندي هو الله يرحمها ويرحمها وينزل على الرحمه. كنت كنشوفها مره مره عند واحد الصديقه ديالنا كتبيع الملابس، الا بغات تدي شي كادو، بغيت ندي لصاحبتي، بغيت ندي لولد ولدي، بغيت. كان عندها داك الولد مسكينه وكانت كتفتخر به حتى هو الله يرحمه. وهذه هي الدنيا. كانسانه كانت ديك مرأة طيبه، واللي في ديها اللي في ديها ماشي ديالها، وكانت كتميز بالبساطه. كانت مرأة بسيطه والله يرحمها ويجدد عليها الرحمات. بمزيد من الاسى والاسف الصراحه هي هذه، ما بغيناهاش تموت، بغيناها تبقى بركه، حيت ما كيتعوضوش دوك الناس، دوك الناس اللي مشاو ما كيتعوضوش. انا كنخدم معاها فهمتيني، عواد ديالها كنخدم معاها، تقريبا راه 45 سنه كنخدم معاها، ما كان عندنا معاها لا مشاكل، ما عمرنا تخاصمنا معاها، ما عمرنا تصالحنا معاها. يعني الحاجه حمداويه ما عندها مشاكل مع شي واحد، لا مع الجمهور ديالها ولا مع العائله ديالها، ما عندنا مشاكل لا والو. الحاجه حمداويه بخير، هي بحال هكاك، الحاجه ماشي ديالها. طيب الناس بحال هكاك سميتو، ها هي تا مات الله يرحمها مولانا دا امانته، هي ما دات معها والو مسكينه. معكم رضوان المزروعي، يعني فنان، يعني ضمن الفرقه ديالها والعائله لا فامي. انا يعني بديت معها تقريبا من 2000، تلقيت الخبر بواحد الصدمه قويه اللي كانت يعني لنوع العائله كامله. ايوا هادشي قضاء الله وقدره، وانا لله وانا اليه راجعون. اخر حاجه قالت لي، قالت لي نتهلا في كفه العواشر. ايوا هادشي اللي كاين.